سعيد بن حماد الخليلي كان ينشد وحدة في القطب العماني ثم وحدة للعالم الإسلامي. وللأسف الشديد الفرقة مرة وتكررت مرات عند أهل عمان، وكذلك زمن المحقق سعيد بن خلفان الخليلي أراد أن يجمع العمانيين تحت راية واحدة تماما، مثلما كانت الفرقة قبل الإمام ناصر بن مرشد فجمعهم الإمام ناصر بن مرشد تحت راية واحدة بواسطة العلامة خميس بن سعيد الشخصي. ثم للأسف في آخر الدولة اليعربية افترق العمانيون مرة أخرى ولم يستفيدوا من أن الفرقة مرة، حتى جمعهم مؤسس الدولة البوسعيدية بعد ذلك الإمام أحمد بن سعيد. فإذا المحقق الخليلي يخطو من سبقه طلبا لوحدة عمان وحدة الأمة. تخير شخصية بارزة لأن تلي أمر عمان، شاب مقبل على الحياة أو مقبلة عليه الحياة، لديه مؤهلات عسكرية، الحد الأعلى تنازل عنه المحقق الخليلي في اختيار ولي أمر عمان آنذاك، لكنه التزم بضرورة وجود الحد الأدنى وهو الصلاح والاستقامة، والحد الأعلى وهو أن يكون مجتهدا تنازل عنه لأن الظروف تقتضي ذلك. يريد جمعا للأمة ويريد أيضا تحريرا لعمان ولبعض أجزاء عمان التي استولى عليها المكفرة القادمون من نجد. فأنت هنا تحتاج إلى شخصية شابة مؤهلة عسكريا على أن تؤمن بما يؤمن به العلامة سعيد بن خلفان الخليلي، فاختار عزام بن قيس البوسعيدي وليا لأمر عمان، وهذا يذكرنا بالذكاء الذي تمتع به الإمام ناصر بن مرشد أن يعرف به أيضا. المحقق اختار من يد أمر عمان من أسرة أيضا تلي أمر عمان، جده الأكبر إمام ثم أجداده صلاحين، وفي هذا مغزى. والإمام ناصر بن مرشد اختار أذرعه مسعود بن رمضان الدبهاني، وكذلك كان من أركانه خميس بن سعيد الشخصي. ومعروف أن الإمام ناصر كان في أعقاب بعض ممالك بني نبهان، فعندما يرميهم بواحد من بني نبهان تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية، عندما ترى أن خميس بن سعيد الشخصي قد انقضى عن تحت لواء الحكومة الجديدة، فإن المترددين من بني نبهان يأتون لحكومة ناصر بن مرشد. كذلك هنا تكرر المشهد مع بعض القوارب، فإنه بذلك هذه أو هذا نوع من طريقة إدارة الدولة عندما تختار شخصية من نسل الأئمة والصلاة.